سلام الله عليكم. سألني بعض الأصدقاء كيف استطاعت الصين وهي بلد مليار ونصف مليار أن تسيطر على وباء كورونا بهذه السهولة وهذه السرعة؟ والحقيقة أن الأمر لم ولن يكون سهلا. هنالك تضحيات كبيرة وجسيمة بذلها الصينيون في هذا الجانب، ولكنني أريد أن أتحدث عن نقطة أخرى وهي قدرة الصينيين على التعبئة. نعم، الصين بلدة عظيمة لها قدرة عالية على التعبئة. يصدر القرار اليوم فيتم تنفيذه في اليوم التالي في كل أنحاء الصين، عندما قررت الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في إغلاق بعض المدن ودعوة الناس إلى البقاء في منازلهم. التزم الجميع ووقفوا صفا واحدا، حتى أن بعضهم تطوع للوقوف في أبواب الحارات لمراقبة الآخرين كيف ينفذون هذه التعليمات ولقياس درجات الحرارة. ولذلك فلا غرابة، وأنا من هنا أدعو الجميع في الدول العربية وخاصة الحكومات العربية لأن يستفيدوا من هذه التجربة الصينية الناجحة في مكافحة وباء كورونا.中国是个很伟大的国度，其他国家都没有像它这样一声令下全民动员，什么样的困难都可以用中国特有的方式去解决。中国面对疫情让全世界刮目相看，面对疫情一定行。